السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معنا في عروض كازيون ماركت. هذا المتجر منافس بيم اللي غادي يولي ان شاء الله منتشر في جميع انحاء المغرب بحال شكل ديال بيم. على بركة الله العروض ديالنا ديال اليوم هي صالحة من يوم الخميس 30 ماي وللسمر الى غاية 5 يونيو 2024. بسم الله غادي نبداو بهاد الفرن الكهربائي اللي جانا بثمن ديال 999 درهم، اللي هي 20000 ريال ناقصه فيه 10000 ريال. من قبل كان عامل 1490 درهم. هذا الشكل ديالو، السعه ديالو 70 لتر كيف ما كنلاحظوا، من لامارك زينيا. جاو معاه جوج ديال البلاطويات ديالو ديال الفور، واحد مربع الشكل والثاني دائري الشكل، زائد هذيك الشبيكه اللي كتكون معاه هذا الشكل ديالها. كاين ايضا هذه الجبنه مذوبه من فيفا، 16 القطعه غادي يلقاوها ب 10 ديال الدراهم و90 اللي هي 220 ريال. كاين ايضا هذه الزبده من جوده 200 غرام ب 16 درهم 95 340 ريال، ناقصه فيها 3 ديال الدراهم. كاين ايضا هذا البيدو ديال 5 لتر من زيت المائده اوليور اللي غادي يلقاوه بالثمن ديال 79 درهم و90 اللي هي 1600 ريال، ناقصه فيه 2 ديال الدراهم. هذا الدقيق من صانيا، دقيق القمح الصلب 5 كيلوغرام من صانيا، غادي يلقاوه بثمن ديال 39 درهم و90 اللي هي 600 ريال. كاين ايضا هاد يوغورت للشرب 170 غرام في هاد القرعه من الشرقي، غادي يلقاوها بثمن ديال 3 ديال الدراهم، ناقصه فيها 10 ريال. كاين ايضا هاد المشروب الغازي من اورانجينا 25 سنتيلتر في هاد القرعه هادي، غادي يلقاوها بثمن ديال 3 ديال الدراهم، ناقصه فيها درهم و40 سنتيم. عندنا ايضا هاد الماء ديال المائده من فيتاليا، 6 ديال القريعات هاد الباك، والوحده فيها لتر ونصف، هما كاملين غادي يلقاوهم بالثمن ديال 22 درهم و50 اللي هي 450 ريال، ناقصه فيها 4 ديال الدرهم و50. من قبل هاد الباك كان عامل 27 درهم. كاين ايضا هاد حليب كامل من جبال، 6 ديال الوحدات كل وحده فيها لتر، غادي يلقاوها بالثمن ديال 57 درهم فاصله 95 اللي هي 1160 ريال. ضمن عروض كازيون ايضا اللي بدات الخميس 30 مايو ومازال مستمره الى غايه 5 يونيو، غادي نكملوا بهذا دقيق ممتاز من اللي فيها 10 كيلوغرام من الاتقان، غادي يلقاوها بثمن ديال 830 ريال 41 درهم و50. دقيق ممتاز فاغين لوكس من صانيا 10 كيلوغرام، هذا هو الساشي ديالها، تجينا بثمن ديال 29 درهم فاصله 90 اللي هي 600 ريال، ناقصه فيها 5 ريال الدراهم. دقيق كامل 10 كيلوغرام من صانيا ب 55 درهم و90 اللي هي 1120 ريال، هذا راه كيبقى ثمن مزيان. كاين ايضا عجائن من الاتقان 500 غرام، غادي يلقاوها ب 800 درهم و50 170 ريال. عجائن اخرى من شما 400 غرام في هذا الساشي، القوا ب 5 ديال الدراهم، ناقصه فيها درهم على المعتاد. معكرونه سريعه التحضير 250 غرام من لاباغود، غادي يلقاوها بثمن ديال 12 درهم و90 260 ريال. عندنا ايضا هذا الحمص من سيليكتو 1 كيلوغرام 16 درهم و50 330. اما هذا الارز الابيض غي بلون من سيليكتو 1 كيلوغرام، هذا الساشي ديالو غنلقاوه بثمن ديال 12 درهم و90 260 ريال. عندنا ايضا هاد القهوه اللي فيها 200 غرام، غنلقاوها بالثمن ديال 13 درهم 95 280 ريال. كاين ايضا شاي الشعره من سلطان 200 غرام ب 17 درهم 95 اللي هي 360 ريال، ناقصه فيه 2 ديال الدراهم. وايضا هاد الزيت ديال تفل الزيتون من طنجيه 1 لتر في هاد القاروره، غادي يلقاوها عند كازيون ماركت ب 59 درهم و90 اللي هي 1200 ريال، ناقصه فيه 5 دراهم، من قبل كان 13%. مركز الطماطم من زكيه 800 غرام في هاد العلبه 19 درهم و50 390 ريال. وكاين ايضا هاد الطونه بالزيت من طام 400 غرام، غنلقاوه ب 35 درهم و50 710 ريال.
عندنا ايضا هاد الباك ديال جوج ديال لباده ديال الماء من سيال 5 لتر في كل واحد، غادي نلقاوهم هما بجوج ب 20 درهم و90، 420 ريال. كاين ايضا هاد المشروب الغازي من شويبس 1 لتر في القرعه، غادي نلقاوه ب 10 ديال الدراهم و50 اللي هي 210 ريال. كاين ايضا هاد العصير اللي غنلقاوه من روستوا 1 لتر، غادي يجينا بثمن ديال 13 درهم و90، 280 ريال، فيه مجموعه ديال النكهات. وضمن العروض ايضا غادي نكملوا بهذا المسحوق ديال الغسيل اللي جانا من اليونس 5 كيلوغرام في الساشي، غادي يلقاوها بثمن ديال 49 درهم و90 الف ريال، ناقصه فيها 10 ديال الدرهم على المعتاد، من قبل كانت عامله 12%. كاين ايضا هذا الباك ديال سائل الغسيل زائد الماء ديال جافيل، 3 ديال القرعات من اكسيت، غنلقاوهم بثمن ديال 24 درهم فاصله 90 اللي هي 500 ريال، ناقصه فيهم 6 درهم و20. كاين ايضا هذا منظف ديال الترسبات اللي فيه 750 مليلتر من كاليون، غنلقاوه بثمن ديال 15 درهم و90، 320 ريال، ناقصه فيه 4 ديال الدراهم. كاين ايضا هاد المجموعه ديال حفاضات الاطفال من صغير لكبير، القياس الصغير غادي يجينا فيه من 4 حتى ل 9 كيلوغرام، كاين ايضا من 7 حتى 16 كيلوغرام، كاين من 13 كيلوغرام الى 22 كيلوغرام ديال الوليدات من كالا، غنلقاوه بثمن ديال 99 درهم فاصله 90، 2000 ريال. الباكيه كانت من قبل بثمن ديال 2200، ناقصه فيها الان 10 ديال الدراهم. هادو هما القياسات اللي غتلقاوهم متواجدين عند كازيون. كاين ايضا هاد هاد المناديل ديال المراحيض او لا بابي تواليت، 4 ديال لي غولو، غنلقاوهم ب 6 درهم و53، 130 ريال. ايضا هاد المناديل ورقيه اللي غادي بثلاثه ديال الباكيات، غنلقاوهم بثمن ديال 31 درهم و90، 630 و40 ريال من وايت، في المجموع فيهم 550 وحده. كاين ايضا هاد مبيد الحشرات اللي غنلقاوه ب 22 درهم و90، 460 ريال. كاين ايضا هاد اكياس ديال النفايات اللي غنلقاوهم، هاد الباك فيه جوج، في المجموع فيه 50 لتر تقريبا اللي غادي يمكن له يسيبورتي، غنلقاوه بالثمن ديال 45 درهم و90 اللي هي 920 ريال. كاين ايضا هاد مبيد الحشرات اخر اللي فيه 27 مليلتر، 31 درهم و90، 640 ريال. مبيد الحشرات واحد اخر من زينكات 750 مليلتر، 28 درهم و90، 560 ريال. مازالين مستمرين مع العروض لان الكتالوج كبير، سمحوا لينا لهذا هو الواجد. المهم عند هاد الاسفنجي، الاسفنجة للحمام غادي يلقاوها بثمن ديال 9 درهم و90 الف فرانك. مشط الشعر، هاد المشط غنلقاوه ب 19 درهم و90، 400 ريال. اداه للعنايه بالقدمين 14 درهم و90، 300 ريال. كاين ايضا واحد المجموعه ديال لوازم الحمام، هذا الشكل ديالها، وكتكون من 4 ديال القطاع من فوس، غادي يلقاوها بثمن ديال 39 درهم و90، 800 ريال. هذا كيبقاو حتى ما اللي هو زوين، ناقصه فيه 20 درهم من قبل. هذا الباك هذا اللي كيتكون من 4 ديال القطاع كان عامل 1200 ريال. باك اخر حتى هو كيتكون من 5 ديال القطاع، هذه المره ديال الحمام النيت، غادي يلقاوه بثمن ديال 79 درهم فاصله 90 اللي هي 1600 ريال، ناقصه فيه 20 درهم، حتى هو من قبل كان عامل تقريبا 2000 ريال. كاين ايضا هذا المشط ديال الاطفال اللي غنلقاوه 13 درهم و90، 280 ريال. جيل لتنقيه الوجه 14 درهم و90، 300. هذا الباك ديال صابون سائل جانب مجموعه ديال الروائح مختلفه من يوغوفا 500 مليلتر، غادي يلقاوه بثمن ديال 29 درهم و90، 600 ريال. كاين ايضا واحد المجموعه ديال المثلجات، غادي نخليكم تشوفوا الاثمنه ديالهم. هاد المثلجات من سوليرو اكزوتيك غنلقاو 11 درهم و90، هادي ديال تيتون ب 12 درهم و50، 250 ريال. كاين ايضا هاد قطع الدجاج من ناغيتش
من كينغ 300 غرام غنلقاوها ب 600 ريال. شرائح الدجاج 320 غرام 34 درهم 95 700 ريال. كاين ايضا هذا الراي من جودة اللي فيه 450 غرام القاو ب 5 درهم و90. اما هذه القشدة الطرية من جبال 200 مليلتر غتلقاوها ب 10 ديال الدراهم. كاين هذا الحليب كامل من سليم 1 لتر في كل قارورة غتلقاوه ب 10 ديال الدراهم تقريبا. هذا الياغورت من جودة بيرلي 8 ديال القطاع القاوهم ب 20 درهم. رايبي بنكهة الرمان من جميلة 8 ديال الوحدات غلقاوهم ب 16 درهم و50 330 ريال. يوغورت للشرب 380 غرام في هذه القريعة من جبال غادي يلقاوها ب 4 درهم و50 90 ريال. يوغورت للشرب آخر من جودة 320 غرام في هذه القريعات بجونة بجوج ديال النكهات غلقاوهم ب 4 درهم و50 90 ريال. زبدة الفول السوداني 350 غرام في هذه القرعة من سانتي غادي يلقاوها ب 710 ريال. وهذا هو الكمالة ديال الكتالوج. وهكا غادي نكونوا وصلنا لنهايه العرض ديالنا ديال اليوم من كازيون ماركيت. هاد العروض كيف ما قلنا اللي غادي تبقى مستمره الى غايه 5 يونيو. الى عجبكم المحتوى والشرح ديالي الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش عليا باللايك باش تزيدوا تشجعوني على اعطائي المزيد، والى عرض قادم ان شاء الله.